السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب بيت باي بيت اولى اعدادي الوحدة الثالثة درس الاول والثاني من صفحة 111 ل 120. انتظرونا. صفحة 111. واحد، امنية اولويز هيلبس هير مام، امنية دائما تساعد مامتها. نقط، ذا هاوس انها تنظف الايه، المنزل. الفعل هيلب وبعديه مفعول، هاجي هنا تول مصدر او المصدر بس، تبقى الاجابة كلين، تنظف. اتنين، The rabbit can run، الأرنب يقدر يجري. يجري إيه؟ بسرعة، fast. تلاتة، Did you enjoy، هل أنت استمتعت. نقط، My new poem، قصيدتي الجديدة. الفعل enjoy يجي بعد الفعل فيه ing، يبقى reading. أربعة، My dad bought a new table، بابايا اشترى ترابيزة جديدة. With نقط، legs، لها أرجل إيه؟ أرجل طويلة. بنستخدم لونج مع الأشياء. خمسة، what is سامح وبعدين نقط. رد وقال، he is brave، إنه شجاع. and honest، وأمين. يبقى إيه؟ بنسأل هنا على الرأي، رأيك في سامح، يبقى what is سامح like. لكن look like ديت كنا هنستخدمها لو في هنا إيه، does، وكمان لو كان في هنا في إجابة بتصف سامح ده إيه، طوله عرضه أو كده. ستة، This famous man، هذا الرجل الشهير. Always wears، دائما يرتدي. dark glasses، نظارات سوداء، نظارة سوداء يعني. 113. واحد، The woman، السيدة اللي في الصورة ديت. has got، لديها. long، نقط. hair، شعر طويل ايه، غير مجعد. straight. اتنين، A baby bird، يعني الطائر لسه مولود. is very، يكون ايه، نقط. it can't fly، لا يمكنه انه يطير. for many days، ايام ايه، كثيرة، لانه ايه بقى، weak، ضعيف. تلاتة، how not is، ذا كايرو تاور، برج القاهرة. رد وقال هنا، 187 متر، يبقى ما طوله، how tall. طول دي بنستخدمها مع المباني. اربعة، صلاح gives money، صلاح يعطي. فلوس، to help people، يساعد الناس ايه، not schools، مدارس وايه، مستشفيات، لبناء. يبقى هنا عندي ايه، زي ما قلنا الفعل هيلب وبعديه مفعول، هيجي تول مصدر، تو بيلد او مصدر بس. صفحة 114. خمسة، قبلين الطائرة is very، تكون ايه، جدا. نقط، it can go، ممكنها ان تسير، تطير يعني، بسرعة 900 كيلومتر في الساعة. يبقى الطائرة ديت ايه، فاست، سريعة. ستة، how tall، ما طول، is محمد صلاح. رد وقال he is، وقال لي ايه، يعني ده متر، والبوينت دي نقطة، 75 متر، 75، يبقى meters. سبعة، camels are very، الجمال تكون ايه، they can carry، تقدر تشيل 200 ايه، كيلو من الايه، الحقائب، يبقى قوية، strong. تمانية، my aunt is very، عمتي او خالتي، is very، تكون ايه، جدا. نقط، she always gives me، دايما بتديني هدايا، هي ايه، كايند، طيبة، عطوفة. تسعة، محمد صلاح، نقط، a lot of goals، اهداف كثيرة، يحرز، سكورز. عشرة، فريدة has got، فريدة ايه، شعرها ايه، هير، شعرها كيرلي، يعني مجعد. it isn't straight، ليس يعني ايه، مستقيم كده، straight يعني غير مجعد. 11. people who like، الناس اللي تحب، or admire someone، او تعجب بشخص ما. are called، يسموا الناس دي ايه، fans، معجبين، مشجعين. 12. my grandfather، جدي، has got a big، لديه ايه، كبير. not on his mouth، على ايه، فوق فمه كده، هتبقى الاجابة ايه، مستاش، شارب، شنب يعني. 13. this old man، هذا الرجل العجوز، has got a white long، له ايه، طويل، له ذقن طويلة، دقن يعني، beard. 14. what نقط، your cousin look like، مع look like هنا هنجيب يدو يا does، فهنا your cousin ديت مفرد، هتاخد does كده. بنسأل عن ايه، عن المظهر. 15. The girls of that school، البنات اللي في المدرسة دي، always wear gray، يرتدوا ايه، رمادي. on their heads، على رؤوسهم، scarfs.
يعني ايه وشاحات، جمع وشاح جمع طرحة. 16 This good man، هذا الرجل الطيب. always not money to poor people، للناس الفقراء. يعطي gives. 17 My favorite team، فريق المفضل. scored، أحرز تو ايه، أحرز تو goals، هدفين. 18 I see so much better with my new، أنا بقى إيه بشوف أحسن بإيه الجديدة، glasses، نظارتي الجديدة. 19 not is my favorite color، يعني لون المفضل الرمادي gray. 20 the opposite، عكس كلمة poor فقير، عكسها rich غني. صفحة 116 رقم 1 has your friend نقط straight hair، يعني هل صديقك عنده ايه شعر ايه غير مجعد. المهم has هنا يجي معاها got. 2 my grandfather جدي نقط a long white beard، يعني ايه لديه ايه دقن طويلة بيضاء. تمام my grandfather مفرد تاخد has got بمعنى لديه. 3 these players وفي هنا got، بلايرز جمع تاخد هاف، هاف مع جوت. السؤال اللي بعده ريد اند كوريكت، اقرأ وصحح نفهم سبب الإجابة. 1 في هنا هاز، يبقى لازم نجيب معاها جت، دي هتبقى جوت. 2 هاز دي ما تجيش مع ذي، الصح هتبقى هاف. 3 في هنا هاف، قلنا هيجي معاها ايه، معاها جوت بدل جيتنج. صفحة 117 روايات محادثة حسام وكمال بيتكلموا عن محمد صلاح. حسام بيقول Who is your favorite sports star؟ مين ايه نجمك الرياضي المفضل؟ رد وقال محمد صلاح. راح سأل سؤال في علامة استفهام اهي، قال له Yes، يبقى استفهام بهل. Yes I hear of him، نعم انا اسمع عنه. يبقى هل انت تسمع عنه؟ طبعا هير دي مضارع بسيط، نجيب فعل مساعد دو، نحول الاي الى يو. Do you hear of him؟ طب بيقولوا هنا why he is، why is he famous، لماذا هو شهير؟ لأنه إيه لاعب كرة جيد. He is a good player، أو أي إجابة تانية إيه مناسبة عادي يعني. حسام قال can he run fast، هل يمكنه أن يجري بسرعة؟ طبعا يبقى yes he can. سأل سؤال في 4 رد وقال he has got، هو لديه dark curly hair، شعر اسود مجعد ودقن. يبقى ايه هيسأل عن مظهره، يبقى what does he look like. اخر حاجة هنا بيقول له what is he like، بيسأل بقى عن ايه، عن صفاته. يبقى مثلا ايه هو قال بعد كده he gives money، يعطي مال لبناء مدارس ومستشفيات. يبقى he is kind، هو طيب هو عطوف. السؤال اللي بعده رقم 1 I not got glasses، هنا نستخدم مع got haven't، لأن I ما تاخدش hasn't. 2 محمد صلاح نقط سكور، يحرز كثير من الأهداف، يمكنه يبقى كان، يستطيع. 3 سمير وبعدين نقط got، هنا مع got بناخد have أو has، سمير تاخد has، لديه شعر قصير. 4 we هتاخد ايه، هتاخد have مع got، We have got a new hospital، عندنا مستشفى جديدة في بلدتنا. 5 A بيسأل Has سمير got short hair، هل سمير عنده شعر ايه قصير؟ السؤال بدأ بايه، بهاز، يبقى تيجي في الإجابة has، Yes he has. 6 علا وبعدين نقط got glasses، But ولكن I have got glasses، أنا عندي نظارة، يبقى هي ما عندهاش. علا طبعا هتاخد ايه، تاخد hasn't، يا تاخد هاز بس المعنى ما ينفعش. 7 my best friend صديقي المفضل نقط short dark hair، شعر اسود قصير، لديه بهاز جوت، كله على هاز جوت. ودي كمان بقى خلاص معروفة، في هاز يبقى الإجابة جوت. صفحة 118 رقم 9 ايه بيسأل نقط يو هيلب مي، تساعدني كاري ان انا اشيل الصندوق ده؟ قالوا يش شور، نعم بالتأكيد. يبقى ايه هل يمكنك كان.
10 this team هذا الفريق نقط win the match يفوز بالمباراة. The players are very slow اللعبة بطيء قوي يبقى لا يمكنهم يفوزوا بالمباراة. لا يمكنهم can't. 11 you and your brother دول اتجمع ومع جوت يبقى تاخد ايه؟ هتاخد have عشان الاتنين دولت ايه جامعوا. يو كمان بتاخد هاف. هل انت واخوك عندكوا ايه دراعات قوية؟ 12 الاجابة فيها كانت صح كده يبقى السؤال كان بادئ بايه؟ بكان. 13 هاو نقط يو جيت ذا فول مارك ان ذا تيست يعني كيف ايه يمكنك انك تحصل على درجة نهائية في الامتحان تستطيع بكان. 14 وي نقط جو اوت توداي النهارده ايه نخرج بيكوز وي هاف تو ماتش هوم ورك عندنا واجب كتير لا يمكننا ان احنا نخرج كانت. 15 شي نقط لونج هير يعني ايه عندها شعر طويل او ما عندهاش بقى هاف وهافنت ما جوش مع شي الصح ايه هازنت جوت ما عندهاش شعر طويل. 16 كان دي بيجي بعدها الفعل في الايه في المصدر تبقى سينج. 17 هي از ويك هو ضعيف بط ولكنه هو ضعيف ولكن يمكن انه ايه كاري يحمل صندوق التقيل ده يمكنه يبقى كان. 18 يو نوت سبيك تو يور فريندز تكلم اصدقائك اثناء الامتحان لا يمكنك كانت. 19 ماي انكلز توينز يعني التوأم ايه ولاد عمي يعني نقط جوت بلوند هير عندهم شعر ايه اشقر هما جامع هياخدهم هاف مع جوت. السؤال اللي بعده نفهم سبب الاجابات. واحد هنا هاز هتبقى هازنت يعني ايه بقى يا عم يا عم طارق ماشي ما عندوش ايه دقن ولكن لديه ايه مستاش شارب فهي ولكن ديت يبقى دي اثبات وديت نافيه. 2 كان يجي بعدها مصدر يبقى giving هتبقى give. 3 السؤال بادئ ب have يبقى الإجابة فيها إيه have. 4 have يجي بعدها إيه got بدل get. 5 you ما تاخدش has تاخد have. 6 has يجي معاها got معنى لديه. 7 كان يجي بعدها مصدر بدل spoke هتبقى speak. 8 نركز في معنى الكلام دعاء يمكنها انها تلعب ايه فولي بول كرة طايرة هي دايما بتفوز يبقى كان. 9 كان يجي بعدها مصدر يبقى سبيلت هتبقى سبيل يتهجى. 10 كانت برضك بعدها مصدر بدل ليفتنج شيل اي ان جي وتبقى ليفت بمعنى يرفع. صفحة 119 دي محادثة نفس الفكرة اللي حلناها قبل كده. أمير بيسأل شادي عن نجم الرياضي المفضل. أمير بيقول له Do you have a favorite sports star؟ هل لديك نجم رياضي مفضل؟ هقول له إيه Yes I do. سأل سؤال قال له His name is Messi اسمه ميسي يبقى What's his name ما اسمه. بعد كده في 3 سأل سؤال قال له He's got شورت هير شعره قصير هي از نوت تول وهو مش طويل يبقى بيسأله على ايه على مظهره يبقى وات داز هي لوك لايك. امير قال وات كان هي دو طب هو ماذا يستطيع ان يفعل يقدر يسجل ايه اهداف كثيره هي كان سكور ميني جولز. امير قال از هي فيري فاست هل هو سريع جدا هقول ايه يس هي از. صفحة 120 والأسئلة دي بقى إيه متكررة حلناها قبل كده يعني واحد بقى هتبقى كيرلي نحل الأول بقى قبل من إيه ما نشوف الإجابات. كيرلي يعني إيه بقى مجعد. 2 هتبقى فريندلي. 3 هتبقى الإجابة بلوند هي لديها إيه شعر أشقر. 4 ستار نجم. 5 هتبقى سكارف هالة ترتدي ايه بقى يعني وشاح ايه لطيف كده على راسها طرحة يعني. رقم 6 هتبقى الاجابة كانت انا مشغول ما اقدرش ايه ازور ايه عمتي النهاردة. 7 في هنا look like your uncle يبقى نستخدمه does.
تمانية هتبقى كانت. This shelf is too high، الرف ده عالي قوي ما اقدرش اوصل له. تسعة فيه هنا have، هنجيب معاها got. عشرة مروة ديت ايه؟ مفرد مع got، هتاخد ايه؟ يا has يا hasn't. الصح هتبقى ايه؟ hasn't، ما عندهاش ايه شعر طويل عشان المعنى. she has got short hair، عندها شعر ايه قصير. السؤال اللي بعده read and correct، اقرأ وصحح. نقول سبب الإجابات، واحد هنا هذه بعدها got اللي هو تصريف ثالث يعني، لسه هناخدها بعد كده. اتنين كانت دي هتبقى ايه؟ كان أستطيع. بقول هنا أقدر ايه أجاوب السؤال ده، ده سهل. تلاتة هذه يجي معاها بدل get هتبقى got، حاجات كلها متكررة بقى. أربعة يو ما تاخدش هاز وتاخد هاف. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.